ودلوقتي موعدنا بقى وفقرتنا الصحفية عشان نتعرف من خلالها على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية والعالمية مع زميلتنا العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر جريدة الشروق. صباح الخير عليك يا روزان، سامعينك وهلي بقى وطولي علينا بمنشطاتك وعناوينك، وعايزين برضو نعرف منك إيه حكاية تصريح كابتن عصام الحضري باستعداده للعودة مرة أخرى للملاعب. اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني قبل ما ادخل على اهم وابرز الاخبار النهارده، خلينا بس نفكر مشاهدينا بجدول مباريات النهارده الاثنين 16 نوفمبر. طبعا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، جنوب السودان مع أوغندا في تمام الساعة 6 مساء، موزمبيق مع الكاميرون ايضا في تمام الساعة 6 مساء، كمان بوتسوانا مع زامبيا في تمام الساعة 6 مساء، زيمبابوي مع الجزائر في تمام الساعة 3 عصرا. أول خبر من جريدة الشروق، جزر القمر ينفرد بصدارة مجموعة مصر بعد الفوز على كينيا. حقق منتخب جزر القمر فوزا غاليا على كينيا وتصدر المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي تضم المنتخب المصري، وفاز منتخب جزر القمر على كينيا بهدفين مقابل هدف على ملعب شيخ سعيد محمد ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021. وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب جزر القمر للنقطة الثامنة ليتصدر للمجموعة على حساب مصر صاحبة المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما تجمد رصيد كينيا على النقطة الثالثة عند النقطة الثالثة في المركز الثالث. ويلتقي منتخب جزر القمر مع توجو في الجولة الخامسة في جزر القمر، فيما يحل ضيفا على مصر في الجولة الأخيرة. ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني على كل مجموعة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والتي ستقام صيف عام 2022 في الكاميرون. يمكن ده سؤالك يا كريم اللي سألت عنه من موقع اليوم السابع. الحضري يواصل الجدل، أدرس عروض للعودة إلى الملاعب. يواصل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر تصريحاته المثيرة عن العودة من جديد للملاعب أو الاعتزال بشكل نهائي، حيث أكد أنه يدرس عروض للعودة للملاعب من جديد قائلا: أدرس عرض للعودة للملاعب من جميع الاتجاهات وجاهز للعب لأي نادي يضيف لتاريخي ومشواري، وأن أكون أيضا أنا كمان إضافة للمكان، وبدنيا وفنيا جاهز ومحافظ على لياقتي. من موقع سوبر كورة خبر عربي، إدارة الرجاء تدرس تخفيض مستحقات اللاعبين بسبب أزمة كورونا. تدرس إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم تخفيض بعض مستحقات لاعبي فريقها الأول خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة المالية التي خلفها فيروس كورونا في الفريق الأخضر. وكشفت مصادر موثوقة أن رئيس الرجاء اجتمع مع عدد وكلاء لاعبي فريقه من أجل بسط المشاكل المادية الذي أثرت على مالية الفريق منذ شهر مارس الماضي بسبب طبعا جائحة كورونا، ومقترح أن إدارة فريق الرجاء بتخفيض مستحقات لاعبي الفريق الأخضر بنسبة 25%، سيما وأن الفريق يعد الأعلى في الدوري الاحترافي من حيث الرواتب. ويذكر أيضا أن المكتب المسير للرجاء الرياضي يستعد لصرف مستحقات لاعبي والطاقم التقني للفريق قبل عودتهم لمنافسات الموسم الكروي المقبل. كمان من موقع سوبر كورة، الهلال يعلن إصابة حارسه عبد المعيوف بتمزق في العضلة الخلفية. أعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة عبد الله المعيوف حارس مرمى الفريق بتمزق في العضلة الخلفية، ما حاجته إلى فترة علاجية يحددها الطبيب المختص، وذلك بعد إجراء الفحوص الطبية. وتعرض الحارس المعتزل دوليا لإصابة خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأكمل المواجهة حتى نهايتها قبل أن يشعر بآلام استوجبت الكشف الطبي. من جهة تانية، واصل الأزرق تدريباته اليوم تأهبا للمرحلة الخامسة قمة الرياض التي من المقرر أن يلاقي خلالها غريمة النصر في 23 من نوفمبر الجاري على ملعب فهد الدولي. من موقع في الجول خبر عالمي، دوري الأمم الأوروبية بلا هزيمة للمباراة 21، إيطاليا تهزم بولندا وتقترب من نصف نهائي. رغم غياب روبرتو مانشيني طبعا مدرب الفريق لإصابته بكورونا، لكن سلسلة اللا هزيمة مستمرة لإيطاليا للمباراة 21 على التوالي بفوز هام على بولندا.
فاز منتخب إيطاليا على بولندا بهدفين مقابل شيء على ملعب أولمبيكو ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصنيف الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية. الفوز رفع رصيد إيطاليا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد بولندا عند النقطة السابعة في المركز الثالث. وأخيراً كمان من موقع في الجول، بلجيكا تهزم إنجلترا على بعد خطوة من نصف نهائي. فازت بلجيكا على إنجلترا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ريو باودوين ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصنيف الأول لدوري أمم أوروبا. وفي نفس المجموعة فازت الدنمارك على أيسلندا بهدفين مقابل هدف، سجل كريستيان إريكسين هدف الدنمارك من ركلتي جزاء ثانية في الدقيقة 91 ليؤجل حسم المجموعة للجولة الأخيرة. فوز بلجيكا طبعا رفع رصيدها للنقطة 12 في صدارة المجموعة، من خلفها كمان الدنمارك ب10 نقاط، فيما تأتي إنجلترا ثالثا برصيد 7 نقاط. دي كانت أبرز وأهم يعني الأخبار من هنا موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا الزميلة العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر جريدة الشروق.